البيضة اللي نعملوها احنا كان عملناها بالفرينة، نحطوها في الماء البارد ونحركوها ونحطوها تطيب ونعصدوها بشوية بشوية، ولا عملناها بالسميد ان يغلي الماء نصبوا السميد ونتردو ونعملوها عصيدة، وبعدك نصبوها في مشقالة ونحطوا لها كل خير كل خمير ما شاء الله وناكلوا. الله يبارك وتبارك الله. تبدا وانت مدام حورية تو باش تحضر لنا عصيدة اللي بالفرينة ولا اللي بالسميد؟ لا باش نوريك العصيدة الفرينة، نوريك عصيدة الفرينة أو فما السميد نعملوها بالسميد يا سمينة، كان تحبوا بالسميد نعملوا بالسميد، احنا تو باش نعملوا بالفرينة ومش نعصدوها وبعد نصبوها وبقدرة ربي تاكلوا باش ما شاء الله خيرة ربي. نصبها في الماء وتحركها بالقدا بالقدا ذوبها في الماء وبعدك شي كيف تحطها تغلي، غليت هي وربطت انت سقيها، صب لها شوية ماء وغرجها هكا وخليها تغلي حتى باش تطيب الفرينة، فهمتني؟ تغلي شويه وعاود تردها عاود عصت وديتي ربطت مره اخرى زيدها شويه ما ثلاثه مرات تبدا نسقيوها. نقول لك عصيده مسقيه ثلاثه سقيات، فهمتني؟ طايبه في حقها ما شاء الله خيرة ربي. وبعد الصب اذا اذا تعاملتك ثلاثه مرات تولي عصيده تشرها مصلي على النبي عزيزه غالي.